ودلوقتي هنعمل مع بعض حاجة بالبطاطا، حاجة حلوة بالبطاطا. عندي هنا كيلو من البطاطا المسلوقة، كيلو بطاطا مسلوقة، عليها نص كوباية من الزبدة، نص كوباية من اللبن، نص كوباية من السكر، هاخد زبيب وجوز هند حسب ما انت عايزة، وبعدين هعمل لها صوص بكوبايتين من الشوكولاتة المبشورة وربع كوباية من الزيت. احط كده نص كوباية من الزبدة، تادي كده كفاية نص كوباية دول، تسيح بس، واحط لها نص كوباية من اللبن. يا رودينا، ايوه ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الو اهلا معاك، ازيك؟ ايه اخبارك؟ ايوه خلصت الامتحان. طيب. الامتحانات بالنجاح ان شاء الله. ليك اي سؤال؟ انا ليا سؤال. اتفضلي. انا عايزه اعرف طريقه البيتزا. بيتزا؟ حاضر، عيني، شكرا ليكي. كده نص كوبايه الزبده او اقل شويه، نص كوبايه اللبن، نص كوبايه السكر، كلهم على بعض اهو. هنزل عليهم هنا بقى، انا ممكن اول بس اللي بحط الزبيب احطه الاول، ماشي؟ لو انا هحط زبيب بحطه الاول هنا كده، نص كوبايه من الزبيب. ما تحطيش يبقى خلاص مش مهم. ونص كوبايه جوز هند، هي كلها كده. طبعا تحبي تزودي، تحبي تقلي اللي يريحك، يعني كنت تحطي معلقتين زبيب بس، معلقه زبيب واحده ومعلقه جوز هند، إيه تكتري شويه عن كده اللي يريحك، بس هو المعقول نص كوبايه ونص كوبايه. اتاكد ان الزبيب طري كله اهو، بصوا بينفش ازاي الزبيبه بتنفش ازاي. معانا صالح، اهلا وسهلا يا صالح. الو الو، ازيك يا صالح؟ ازاي؟ نعمل الشكشوكه. الشكشوكه؟ حاضر عيني. كل اللي بتقولوه دوت هيتسجل ويتعمل عملي، واللي الاقي مقادير حاضر معايا دلوقتي هطلعها لكم. بصوا بقى كده، اقلب كده كويس البطاطا مع الخلطه اللي انا خليتها تغلي في الاول. ايه الخلطه اللي خليتها تغلي في الاول؟ انا حطيت نص كوبايه من الزبده مع نص كوبايه من اللبن مع اللهم صل على النبي، مع نص كوبايه من السكر، خليتهم يغلوا على النار، حطيت لهم طبعا الزبيب وجوز الهند يغلي معاها كمان عشان الزبيب يبقى طري بالشكل ده ومنفوش حلو كده، ما يبقاش ناشف في وسط الاكله. وقلب شويه وخليها تغلي على النار كده. بصوا كده اهي، حسيت ان هي شربت الميه دي كويس قوي. خلاص هي كده الوصفه خلصت. هجيبها كده واروح حاطه ايه، اجيب اطباق، ممكن اطباق زي كده غويطه شويه، وممكن اطباق تبقى مسلطحه كده، ممكن كده ممكن كده ممكن كده، اللي يريحك. ماشي، كزرونه كده. هجيب عندي بقى صوص الشوكولاته ده، عباره عن ايه، ربع كوبايه من الزيت واتنين كوبايه من الشوكولاته المبشوره اللي هو حوالي ربع كيلو. بتاخد كميه كبيره والله، ممكن عايزه اقل عايزه اقل، مش مشكله يعني، حسب ما انت تحبي كميه الشوكولاته ده قد ايه. انا هسخن هنا الاول بس ربع كوبايه زيت كده، طبعا لازم يكون زيت حلو عباد الشمس او زيت ذره. هيسخن الزيت، احط كوبايتين الشوكولاته المبشوره وأقلب، أو أطلع بره على طول، مش هسيبها على النار. أنا مجرد مساحت كده أطلع بره وأبدأ إن أنا إيه، أهو أقلب كويس قوي عشان ما يخرصش معايا الشوكولاتة، أنا عايزاها ناعمة كده. هو يا دوب أسخن الزيت، الطاسة تسخن خلاص هتسوي لي الشوكولاتة. لو أنا استمريت فيها على النار تلاقي الشوكولاتة اتشاطت اتحرقت، فلازم أشيلها على طول من عليها. خلاص ادي كده، بص بقى بصفصف على ايه الكوبايتين دول، حبه صغيرين مش كتير. اجيب بقى الشوكه هنا، اعمل لها مجرى كده يمشي فيه الايه، تفرق تمشي فيه الشوكولاته اكيد. عارفين زي ما بنقش الكحك كده، احنا بنقش الكحك ليه اكتر حاجه؟ ليه بننقش الكحك؟
علشان النقشه تشيل سكر. فاهمين ازاي؟ فدي نفس الحكايه، انا بنقش كده بالشوكه علشان تشيل شوكولاته.